10 واحد مع جوهره الفيروس وفيروس قال لك وناخد من ده سيرم وده سيرم وبعدين
برافو، هجيب انجن في المعمل، هجيب انجن في المعمل، الانجن هجيب في المعمل ده عنده سبايك اسمها اتش سبايكس، هجيب انفلونزا في المعمل عليها الاتش سبايكس اللي بعدين، هيبني السيروم بتاع العيان على الفيروس الاول، هجيب السيروم بتاع العيان ارميه على الفيروس الاول. طب انا لو رميت السيروم بتاع شخص مريض في ايه؟ انتي بودي. لو رمي مع السيروم بتاع شخص مريض السيروم ده فيه انتي بودي. اعرف ازاي ان فيه انتي بودي؟ انا رميت السيروم على الفيروس، هيبقى انتي بودي مش فيروس قلت لك اهو. الكلام ده ما يبانش من العين. ما يبانش من العين خالص ان فيه انتي بودي في المريض مثل ريسبونس على الفيروس. اعرف ازاي ان ده مريض وعنده انتي بودي ولما رميت دمه على فيروس في المعمل الانتي بودي عنده سكيلز فيروس. اعرف ازاي؟ ان انا اخد خطوه اعملها البريد بلاد سيلز. لو رميت ريد بلاد سيلز وبصيت تحت الميكروسكوب عمرك ما هتلاقي ريد بلاد سيلز حوالين الفيروس. عمرك ما هتلاقي السبايكس ديت ماسكه ريد بلاد سيلز. عمرك ما هتشوفها عامله هيم اجلوتينيشن. واللي عمل الانهبيشن القصه ديت وجود انتي بودي. فيسموا اللي حصل ده هيم اجلوتينيشن انهبيشن. يعني انت لو شفت حاجه عاليه على الفيروس وعايز تعرف ده في انتي بودي لا، لو في انتي بودي هيبان. غير ريد بلاد سيلز تلاقي حصل هيم اجلوتينيشن انهبيشن. طبعا مش يعني لو ما فيش هنا يا جماعه ولا ريد بلاد سيلز لا، غير بقى ريد بلاد سيلز حصل هيم ايه؟ اجلوتينيشن. يبقى مين بيعمل انهبيشن؟ الشخص المريض. نجيب مع بعض اي فيروس موجود ايه ده؟ يعني لو حد سالك في الامتحان
ايه اصعب حاجه تعمل دايريه في الاطفال؟ هو الروتا فايروس. يبقى الروتا فايروس هو الميجر كوز اوف دايريه في الانفنت. يعني يا جماعه لو شفت اي طفل عنده دايريه بنسبه فوق 90% ده الروتا فايروس. يعني في حياتنا يا جماعه اي طفل عنده دايريه فوق 90% ده ايه؟ روتا فايروس. الفيروس ده يا جماعه بيجي للاطفال في كور، بيجي للاطفال في كور ويروح على الفيلاي يعمل ايه بقى؟ يروح على الفيلاي بتاع التستنج يعمل ريبليكيشن وديستراكشن للفيلاي. بيحصل في الفيلاي ريبليكيشن وديستراكشن. طبعا لو الفيلاي حصل لها ديستراكشن ما عادش انا نبص لا ووتر ولا ميه ولا اي حاجه. كده يحصل الانسان ده الى عدم امتصاص الووتر يعني تنزل على شكل ايه؟ دايريه. دايريه. يا ترى يا جماعه ايهما اصعب في الدايريه؟ الاطفال ولا الاطفال؟ انت ممكن تستحمل يعني. بالنسبه للطفل لو حصل له دايريه تاكد انه على طول يدخل في دايهيدريشن جفاف، يعني جفاف ينشف يعني. وبعديها يحصل له دس ويموت ما اتعالجش. لو ما لحقش يموت انت ممكن تستحمل شويه. الفيروس ده بيكسر البلاي ويعمل لها ديستركشن والمناعه بتاع الطفل ما تغيرش عليه قبل اسبوعين. قبل اسبوعين لو سالت على الطفل ان هو قاوم هيكون مات قبليها. يبقى يا جماعه الفيروس هو روز بيدخل فيه كوره. بيعمل ديستركشن للبلاي. يحصل دايريا. دايهيدريشن. يموت لو ما اتعالجش. قال لي طب الكبار كويس مشوار. بالنسبه معنى الانكوبيشن بيرد يا جماعه بعدين بيجي الانكوبيشن بيرد فاكرين الكلام ده؟ الاعراض عباره عن موت دايريه دايهيدريشن مفصول الخيط وحاجه ديس كده دي وراها دايريه دايهيدريشن. بالنسبه معنى الدايجنوسيس الطب ده ياخد منه سامبل عباره عن ايه؟ اسطول. السامبل عباره عن اسطول والكل مع بعض دايركت. عارف يعني ايه دايركت؟ بنبص على الفيروس زي الكترو مايكروسكوب وبي سي ار وانكلوجن بودي وايه لايف مش عارف ايه. وبعد الكلام ده تقول له ايه اللي بيحصل في مصر؟ مصر لا عندها لا الكترو مايكروسكوب ولا بي سي ار للفيروس ده ولا عندنا كود بودي والحاجات دي كلها. امال بنعمل ايه؟ احنا عندنا حاجه كوميرشال. كوميرشال يعني حاجه تجاريه. بعد كده طبعا ايه الحاجه التجاريه الموجوده في المعامل؟ احنا عندنا كيموهات تجاريه موجوده كيموهات عشان عندنا كيموهات تجاريه موجوده في المعامل. بنعمل ايه؟ مش رايزه برضه مرفوعه عندك كل حاجه. بنعمل ايه؟ بنجيب الاسطول ندور على الانزيم عن طريق سائل في انتي بودي. يشوف يحصل اجيتيشن ولا لا؟ هنشوف يحصل اجيتيشن ولا لا؟ طبعا بالاسطول ندور بالاسطول على الفيروس عن طريق انتي بودي سائل يشوف يحصل اجيتيشن ولا لا؟ وممكن من الشوط ده نعمل الايزا. هنعمل حاجه اسمها ريا هنعرفها بعدين دلوقتي. وطبعا يا جماعه الفيروس ده ممكن تحلل له ازاي؟ تعمل له فيروس كانشر على التيشو الاكواري او تدور على التيشو عن طريق الايزا. لا يا جماعه هو الاسم ده هيترمى فهمت السؤال. هو في الاسطول المصدر ده صعب. بندور على فيروس الاسطول بنرمي انتي بودي بس الانتي بودي مرزوق على حاجات كبيره اسمها لاتكس. يعني الانتي بودي نازل ده يمسك الفيروس مرزوق على ماده كبيره اسمها لاتكس. بحس التجمعات بتبقى باينه للعين. حتى يسموها لاتكس انجنيشن. لاتكس بنرمي انتي بودي على لاتكس. انت فاهم خلاص. يا ترى يا جماعه هل الفيروس ده ليه فاكسين؟ اه في فاكسين، مصر كلها ما بتاخدش. واحد على 10,000 في مصر بياخدوا بس. الفاكسين موجود اسمه روتاليكس، مين ريكس دي؟ ما تعرفش اسمه هو بيجي له الاول الفيروس ده بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عندها له حاليا بيه لمده اسبوع، فحاليا لمده اسبوع على ما يكون المناعه قربت تقضي على الفيروس. هو هيجي بعد يوم الاعراض بيومين ثلاثه. اعلى له حليل اسبوع ولا اسبوع ونص يكون قضى على الفيروس. الترامب هو في فاكسين اه الفاكسين ده ثلاث جرعات تبدا عند الشهر الثاني في عمر الطفل. جرعه عند الشهر الثاني، جرعه عند الشهر الرابع، جرعه عند الشهر الثالث. الفاكسين ده عنده 500 جرعه. ليه يعني؟ احنا جبنا احسن مراجع محلي. عايزين حد يحكم، انا رايي محدش ياخد الفاكسين ده خالص. فاكسين ايه؟ اخرها ضد دايريه في العلاج المحلي جدا. ده غير كان في فاكسين قديم في مصر كان لازم يعمل انت سبسكربشن. يا جدعان محدش ابدا يعمل الفاكسين. يعني انا جيت كل الاراضي اللي كنت رجلي ورا الحلقه والناس اللي قدامنا كانت صحه جبنا ما لقيتش الفاكسين بتاع بره كده عشان الناس مش هيفهموا واحد. هنتكلم بقى على الفلوس النهارده، ده كله كان مقدمه يا جماعه. حاسس النهارده ان هي لما كنا فايروس. خلاص يا جماعه.
هنتكلم مع بعض على كورونا فايروس، هنتكلم مع بعض. لو هو الفيكولا فيروس 9 اسر 9 اسر اول واحد تبع الفيكولا فيروسات اسمها الانتيرو فيروس، معنى الانتيرو تروح الامعاء. واشهر واحد تبع الانتيرو فيروس البولي اللي هو فيروس الاطفال اللي هناخد هذا التقسيمه. فعندنا بوكسيت وشيكو هتروح كيلو فيروس، لكن اشهر واحد يروح الامعاء تبع الفيكولا هو البولي. وعندنا مع بعض الراينو فيروس، عارف راينو فيروس؟ تسع سكان، تسع سكان، ومال انفلونزا؟ لا لا، ايوه، مش كويسة في انفلونزا. بيروح النوز، راينو راح النوز. وعندنا مع بعض الكارديو فيروس، كارديو راح على فين؟ على القلب. وفي الهيماتو، في نوع من الفيكولا هيماتو اللي بيروح على الليفر. كان فيروس ايه؟ فيروس ايه بيروح الليفر؟ وفي الأبسو اللي راح على فين؟ رفع فين؟ الأبسو اللي راح فين؟ ما رفع ليش رفع؟ يبقى عندنا مع بعض الانديرو راح انتستس، كارديو على القلب، رايدو على النوز، هيماتو ليفر، أبسو فين؟ نعرف بعدين. تعالى نتكلم مع بعض على أهم واحد تبع الانديرو اللي هو كل فيروس، كل ركز معايا. احنا خدنا زمان الفيروس إيه فيروس صح؟ طبعا هي المنبر دي هتبقى زيت كده كبرت وفقر، بس كده مكان اه سيبها يا معلومة. لو جيت على المنبر هتلاقيني سايب لك مكان للبيكولا كبير عشان جبته من خمس اسئله. اللي جاله هو ركز معايا. احنا يا جماعه عايزين نشرح البوليو فيروس. اول سؤال حضرتك ورا البوليو فيروس ده فيروس تبع بيكولا ار ان ايه. طبعا عنده بروتين كور. اول سؤال عنده امبرو؟ ما عندوش امبرو. كفرا نون امبرو. هذا الفيروس نون امبرو فيروس. المهم يعني ايوه البولي فيروس نون امبرو. ركز معايا شويه هنا وهنا. الفيروس ده نون امبرو. اسلك معايا شويه وركز معايا. بيتاثر بالحراره والاسيد ولا ما بيتاثرش؟ يعني لو حطينا البولي فيروس في مقارنه مع فيروس ثاني عنده قوت وامبرو كمان. مين يتاثر اكتر بالحراره والاسيد؟ يتاثر اكتر بالحراره والامبرو. حراره والاسيد ده. يعني ايه الطعام؟ إذا كان عنده إنفرو بكود، أثر إزاي؟ الإنفرو ده عبارة عن ليمت. لما يتعرض لحرارة، لما يتعرض لحرارة وأسيد يبوظ. يبوظ. طبعا مش مشكلة بس في كود وراه. هنا الكود هو اللي بيدخل عن طريق الريسبتور. هنا الإنفرو باظ. لما في كود، مش الكود اللي بيمسك الريسبتور. وصل؟ يعني الفيروس ما عندوش إنفرو أخضر. فالبولي فيروس يقول لك عليه كلمة أوي. ريزيستنس للتمبريتشر. اه صح بسحب الحراره. ريزيستنس للبي اتش. طب بيقول لي الاسيد بتحاول صعب لغش عليه. ريزيستنس للبي اتش. هذا الفيروس ما يموتش بالليبيد سولفنت اللي هو الكلور. الكلور بيحكي بالكلور ده. هو انت عمرك سالت نفسك بيحط كلور في الميه ليه؟ يعني عشان يا جماعه الميه اللي بنشربها فيها فيروسات. ومعظم الفيروسات انفلو. والانفلو عباره عن ليبيد. الكلور بيدوب الليبيد. بتاع الامبرو. الكلور بيخلص على الفيروسات عن طريق البواصوم الليبت امبرو. عنده الفيروس ده. الفيروس ده نون امبرو. الكلور مش هيأثر فيها كده. طبعا هو الكلام ده مهم ان كل فيروس ثلاث انواع واحد واثنين ثلاثه. بيستحمل الاسيد. بيستحمل البي اتش. بيستحمل حراره ويستحمل السولفنت افضل. البوليو فيروس المرض اسمه بوليو ولايتس. عايز اقول لك كمان هيبدا يبص نيسيس. البوليو مالايتس بتنتهي ازاي؟ لما بتنتهي الكور عايز اتحرك. واحد مصاب ببوليو فيروس في المعركه. احنا من دول العالم القليله اللي عندنا حفره في الشارع فيها ماسوره تجاري وميه خط كهرباء غاز من فوق. احنا من دول العالم القليله. يعني ممكن نستخدم في مصر احنا بنصرف على مواسير مجاري اكتر من امريكا بسبب المصريين. المهم الكلام ده
احنا بقوم عملوا شوف الميزانيه في النيجيريا عندنا 5 اضعاف مش ده قضيتنا دلوقتي. قضيتنا ايه بقى؟ كده كده ايه بالظبط؟ قضيتنا ان احنا كل ثانيه في مصر ساعات الوسيط تفتح على بعض، المصروط تغير مع ميه فتشرب. بنشرب ايه؟ في كؤور، في انستموز. فلما حد يكون مصاب بكل فيروس وينزل الفيروس المجاري طعم ايه المشكله؟ هو الفيروس المجاري ممكن يروح على الميه النظيفه. بلاش طعم نحط كلور. كلور ايه يا بني ادم؟ الفيروس ريزيستنس لكل الليفت سولفر زي الكلور. طعم ايه عشان ده في الميه بنشربها. ميه جدا فيه. الفيروس ريزيستنس للتمبريتشر. طعم يعني ايه البرد بالظبط؟ بالظبط فين البيت؟ الفيروس ريزيستنس للاتش سي ال يا بيه. يعني تاخد شجره والشفا. طعم يعني بولي فيروس لو انا شفت ميه فيها بولي فيروس بتنقلني بتبقى عايزه صوره مساء. طعم هنا بقى احنا وزير نظيف. مواسير نظيفة وميته نظيفة. الناس اللي بتقول لك مواسيرها نظيفة نفسي اعرفك هتشرب ميه ازاي. شربت الكهرباء على فكره حاطط مواسير مبسوطة جنب سن مبسوطة. تلاقي الميه هناك بياخدها من مين؟ طب بنشربها على طول كده ولا ايه؟ لا بيعدوها على حائط رملي. حائط رملي بحيث تعدي من غير صراصير. الميه تكون تعدي الميه بتعدي من حائط رملي يحطوا عليها فلور. فلور فيروس. اول ما الفيروس يطلع عن طريق بقى دوس عن طريق دوس الفيروس هو نازل في الفارنكس. الفيروس هو نازل في الفارنكس جزء منه بيروح على السيرفايكال ليمف نود. الفيروس في الفارنكس جزء يروح السيرفايكال ليمف نود جزء يكمل ويعدي الستومك يستحمل يوصل للامعاء من الامعاء يروح على الميزنتريك ليمف نود. يعني في جزء راح على السيرفايكال وجزء وصل للبيس راح على الميزنتريك وجزء طبعا هيطلع في الامعاء عشان تديله ناس تانيين. الفيروس من السيرفايكال انفلود من الميزنتريك يدخل الدم يعمل فيرنج. يا ترى الفيروس ده اول ما يدخل لك تروح على فين بعديها؟ الفيروس ده اول ما يدخل لك يحاول يوصل للانفلود. الفيروس اول ما يدخل الجسم ويعدي بالامعاء رايح على فين؟ على الانفلود هون ايه؟ طبعا سؤال صغير بقى عشان ده مهم بالنسبه لي. هو كان في فاكسين زمان؟ طب اهالينا ما كانش شرب جري ده كل شهر بس كده اللي كان 99% من الناس تدخلها الفيروس قبل ما الفيروس يلحق يوصل للانتير هورن سيل. قبل ما يوصل لمين؟ للانتير هورن سيل ويدمر السبايك كور كان بيطلعه انتوا بيقولوا لمين؟ للفيروس. ده بيحصل بنسبه 99% يقول لك 1% 1 في ال 1000 بس الفيروس هيوصل للسبايك كور قبل ما يجيش يطلع له ايه؟ انتوا انك انت تطلع انتوا بيقولوا للفيروس يبقى انت عملت ابورشن للفيروس. يعني ايه ابورشن؟ اجهاض. تم اجهاض الفيروس ومنع الوصول لسبايك كور. ابهاتنا جالهم كل الفيروس كلهم. كل ابهاتنا جالهم كل الفيروس بس كانوا رجاله. كانوا رجاله و10 رجاله. كلهم لما حملوهم الفيروس جاولوا له انتي بودي قبل ما يوصل لسبايك كور. اللي هي بيحصل بيسموها ابورشن كل الفيروس. تم اجهاض الكل الفيروس. يبقى أول حاجة في ناس رجالة جنبي اللي هما أبهاتهم كلهم كانوا جنبيه ما طعموش يا بيه بس كانوا رجالة. الفيروس ده حلوهم وكونوا له أنتي بودي قبل يوصل فين؟ للسبايدر كور 1% في الرقاق. حصل بالظبط للأسف جسمهم ما كونوش أنتي بودي بسرعة. فالفيروس ده هيوصل لفين؟ للسبايدر كور. طبعا الفيروس لما يوصل للسبايدر كور يحصل ايه؟ 1% بينجح 1% راح في جرح في قلبي. طب لما نوصل لسبايك كور هيحصل ديستراكشن للانتيريور هورن سيل ولا بيحصل ديستراكشن للانتيريور هورن سيل؟ ده ايه؟ ده بنانس ايجابيه. ليه ان شاء الله؟ لان ما في نير بتعدي من الانتيريور هورن سيل بس الباش بقى لما نوصل للانتيريور هورن سيل في الاول بيعمل اريتيشن بس. يكون في بس اريتيشن في الانتيريور هورن سيل ده يسموه نون باراليتيك بودي. نون باراليتيك مفيش باراليسيس لسه مجرد جنريتيشن في الانتيريور هورن سيل
لكن بعد ما يعمل irrigation يحصل destruction. destruction اللي فيه هورنسيل ده paralysis. السؤال يا معلم بسأل بس ده لو أول موتور ولا لور موتور؟ لور موتور. لازم ولا اسباستيك؟ لازم paralysis. أي معلم لازم يحصل لها paralysis. نتيجة paralysis ده مش شغل بس لها أطول. دايما يحصل بوست paralytic أطول. بتشوفوا يا معلم ناس من العهد القديم ماشيين في شوارع مصر. بيتعكزوا على رجل واحدة والتانية أقصر شوية بيمشوا بيها كده أقصر وكده أقصر كل ده البولد ما كانوش كده عملوا الفيروس أبورشن وصلت؟ طبعا مصر بولد تعالوا شوفوا مع بعض البرسيف على الفيديو والسينما هنتكلم مع بعض عن البوليو فاكسين. اول فاكسين يا جماعه عمل البوليو اسمه سوركي فاكسين. يرفع الفاكسين بتاع البوليو مهم جدا. اول يا جماعه فاكسين البوليو اسمه سوركي فاكسين. هو معظم الناس بتنطقوا سوركي انا بس الوحيد اللي بتنطقوا سالم معلش. هو السيرج فاكسين او السيرج فاكسين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بوليو فيروس ميت. بوليو فيروس ميت اتعمل في السبعينات. طبعا بيتعمل ازاي؟ ده حقن شلل الاطفال. حقن شلل الاطفال عباره عن فيروس ميت بتاخد حقن ثلاث جرعات من اول ما تكون الطفل عنده 3 شهور ثلاث جرعات وجرعه بوستر منشطه بوستر يعني منشطه. من اشهر الدول اللي ماشيه على الفاكسين ده النهارده دول اسكندنافيا اللي هي شمال اوروبا. هي أغلى منطقة في أوروبا. طبعا هو مش فرنسا وإنجلترا أغلى دول. لا لا خالص هو زينا. أغلى دول السويس السويد. نرجع لموضوعنا البوليو فايروس. هو انتشار الأطفال اللي في السبعينات أمريكا أربع حملات أربع مرات. حملة في الشهر. الصين حملة واحدة أربع مرات. مصر بعد 24 حملة. أعلام فاكسين فاشل. فاشل. تعالى نشوف ايه مميزات الفاكسين ده الاول وايه عيوبه. يقول لك اول ميزه للفاكسين ده ان الفيروس ميت يبتدي ان هو سيف. عارف يعني ايه سيف؟ امن مميز. حتى لو عندك نقص مناعه خده بدل بسهوله. ده فيروس ميت مش هيعملك حاجه. طبعا هو فشل في مصر عشان هو الناس اللي خدوه جالهم الفيروس وسووا بيه. لا ده الفاكسين ده رهيب. لو فيلير ريت. يعني كل اللي خدوه اداهم مناعه وما جالهمش الفيروس. معدل فشل في القضاء على الفيروس قليل قوي. معدل فشله اللي يمنعك الاصابه قليل جدا. يكاد لا يذكر. يعني مثلا كل مليون واحد خده واحد بس ممكن يكون معاه شحنين. ده رهيب يعني. ايوه فشل في مصر ليه بقى؟ اكتشفنا اول حاجه ان الفاكسين ده اكسبنسيف. ازاي يعني؟ واقف عليها بكام؟ جاي ببلاش. بس انت عارف بقى ان عشان نوصله لسه محتاجين مواصلات. يعني ايه طب نحط على اكسبنسيف ديت علامه استفهام. تاني حاجه نوت ايزي ادمنستريتد مش عارفين نوصله للناس. احنا مش عارفين نوصله يعني في مشكله في مصر. مش عارفين نوصل الفاكسين ده للناس. تاني حاجه الفاكسين ده ما عداش على الامعاء. امال الامعاء ده حقن. امعاء ايه اللي يروح لها؟ طب خلي بالك تبقى شايف دي ما فهمهاش بقى. طب هو سيبك في الزيت ده ببلاش. ايه ده؟ ايه ده؟ المهم يا جماعه في سنه 2000 اعلن العالم كله خلي انشاء اطفال ما عدا دلوقتي عدى على ايد واحده. كانت طبعا في مصر اسمها وجود البريد. عندنا انشاء الاطفال اعلن العالم كله خلي منه وعلى خمس دول كانوا منهم مصر وافغانستان كده دوت. خمس دول تقريبا عدى ايد واحده. البهوات قالوا لنا ايه؟ هي قالوا لنا هنعمل لكم فاكسين جديد. لو قالوا لكم انشاء اطفال على 2010 مش هيدونا بقيه الاطعمات اللي بدأوا صغيرين ببلاش. طبعا احنا سمعنا الكلام ده من هنا وطلعناه من التاني. انه من الاخر ما يقدروش يعملوا ده. احنا ممكن عملوا فاكسين اسمه السابين. انا لاحظت ان السلك ده ما كانش سلك عندنا. فعملوا له السابين والسابين ده كان هو السابين اللي قضاه على في مصر. راح السابين. ده عباره عن فيروس كبير.
التلويج. الفيروس عايش وضعيف، عايش وضعيف، هو زيك عايش وضعيف. زرعوا الفيروس وزرعوه في ظروف غير مناسبة، زرعوا الفيروس في ظروف غير مناسبة بحيث يا ان الظروف دي خلت في الاخر الفيروس يحصل في جين ديميوتيشن. الجين ايه؟ ده الجين اللي بيخلي الفيروس يعمل ديستراكشن للتير هورن سيل. زرعوا الفيروس في ظروف غير مناسبة هيمشي عليكم، بحيث في الاخر الفيروس حصل في جين ديميوتيشن، ده الجين يعمل ديستراكشن للتير هورن سيل. يعني الفيروس لسه عايش بس ضعيف، ضعيف. طب يا اخوان، يا اخوان ايه ده؟ نقط شلل الاطفال، نقط شلل الاطفال اللي بتروح الامعاء. الجرعه كام جرعه؟ ثلاث جرعات زي كده بالظبط، وفي جرعات منشطه. طب مين اشهر دوله في العالم مش عليه؟ مصر اسلامها في كل الكتب. احنا بتاع السبيل، السبيل اتعمل لبلدنا، احنا اكبر بلد في الدنيا. طبعا معلش سؤال صغير، هو الفاكسين ده نجح في مصر ونجح في مصر؟ اول حاجه ايزي ادمنستريشن، رخيص. طب رخيص مش واخد بلاد زي الثاني؟ بس رخيص. رخيص زي الطعام، زي لعبه الجينات، رخيص يعني. ثاني حاجه يوصل للامعاء، لا مش زي الطعام، راح على الاطعمه شويه للاطفال، مش محتاج اعدي على كل بيت اخبط عليه وافتح ما يرد عليا. عنهم رد ولا ايه؟ انا اطعم طفل واحد، مش عارف في الاعلان يعني. طفل واحد مش شرط كمان نقطتين، نقطة واحدة اللي في الآخر توصل للأمعاء. ده فيروس عايش يا بيه يتكاثر، يتكاثر في الأمعاء. من بعدين أقول له بص بص يقول لك أعملوا على الحمام، بحيث الفيروس ده ينزل منه على المجاري. ما أعرفش والله الفيروس ينزل منه على المجاري، وزي ما عندنا عيب في بلدنا نستغله لمصلحتنا. الفيروس ده ينزل المجاري عمال يضيف على السيروسس بتاع أهل البلد. صح. هيبادي ياخدوه تعامل مصر. بيضحكوا عليه دلوقتي، حتى في احياء فقيره في امريكا بتاخد الفاكسين ده. في احياء فقيره في امريكا عندها مشكله في الصرف والصرف الصحي، هم كمان بياخدوا الفاكسين ده عشان ما يضحكش على نفسنا. بس زي ما عندنا حاجه غلط بنستغلها صح. ده فاهم ان الامعاء جمعنا رخيصه والامعاء بعيده عن الاستريت. وتعاملنا بالفاكسين ده ليه عيوب؟ اي كلام يقول لك اول حاجه ان هو نص سيف. قال ليه نص سيف؟ عشان هو عايش يمنع في الناس اللي عندها نقص مناعه وحامل. نص سيف كلام فاضي. ايه نص سيف؟ هاي فيلير ريت، يعني فاكسين فاشل مش مشكله، لكن نجح في مصر. طبعا هو ليه هاي فيلير ريت؟ الفاكسين ده يا جماعه، الفاكسين ده لازم خلال 72 ساعة من تكون خدته، ما ينفعش ان هو يتاخد الا يكون لازم تحط الاول في درجه 4. الثلاجة درجة كام؟ 4. لو انت شلته من الثلاجة قدامك 72 ساعة تكون خدته. لو هو شال الأطفال. فقال لي طب إيه المشكلة؟ المشكلة مش هقول لك الكهرباء تطلع، مفيش ثلاجات. مفيش ثلاجات مكان صحية. فلازم تحافظ على درجة الحرارة بتاعته 4، اسمها كولد تشين. يعني الأول من جيلك من طيارات من بره لغاية ما وصلتك كده، لازم تحافظ على درجة 4. بدأوا يبعتوا لهم في مصر زي الثلاجات بتاعته. يبعتوا لهم الثلاجات. الكتاب تبع كده انك بتسافر فترة صحية. فدي كانت المشكلة عندنا في بلدنا، المشكلة بالظبط في المجتمع. يعني لازم نحافظ على درجة حرارة معينة للفاكسين ده ولا هيبوظ. آخر حاجة لو إن الفاكسين ده أثر إنتيرو فيروس ممكن تبوظه. أثر إنتيرو فيروس في الأمعاء ممكن تأثر عليه. طيب، ناخد مع بعض الدياجنوز كلها. الفاكسين اللي في مصر ده 2014 على كل خير إن شاء الله أطفال. بدأ الحملات دي السنة اللي فاتت. مجرد بس سنتين بعديها نتأكد العالم كله خالي. ويتم اعلان العالم كله كان شويه اطفال زي ما اعلان البوكس، وبعديها ممكن كمان سنه واتنين نعلن الاي بي ام ار. يعني الدنيا بتتابع مش وحشه. بص مع بعض بقى على الدياجنوستكس. بناخد العيان ناس تقول تلاقي فيروس. الفيروس ما بيروحش البرين. هي بتقول سي اس اف. لو قلت خمسه سي اس اف تعبانه جديده. غريبه كده. سامبل ستور. تمام دايركت ويكتب. ايه اللي يكتب؟ انا زين. الكترون فوق. دي اس ار. ايزا. انكلوجن بولي. تمام ماشي. بعد كده فيروس كالتشر. الفيروس ده بيزرع يا جماعه خلايا بيعمل سيتوسيك افكت معين. يعني لو ده فيروس البوليو ورميته على الخلايا
بعد ما عدى عليك 52 سنة
105 طيب ما عادش يجيبها. كل مره يجي لك كرسي كام والانتوني خلص عليه ما عادش طيب ينفع يجيلك، يجيلك طيب تاني. عندنا 105 رينو فايروس وبيجي يسالك ليه الناس بيجي لها ريبيتد زكام؟ يقول عشان في 105 فايروس. أحسن حرارة البلد ده 33 عشان يقدر يشتغل ومستعد، هي حرارة النص. لمعلوماتكم البلد ده فرنجاير، فرنجاير ما بيحبش أبدا الحرارة البديلة، فبالتالي اللي فوق هيهاجر كندا أو فوق بالشرق اللي فوق حرارة جنب كبيرة، الناس كده قاعدة تزحلق على الجليد رايحة جاية، الرعاية المبرز تقريبا مش موجود في الهواء فمش هيجي لها سكان وبرد. أحسن طبعا هو اسمه رينو فيروس، هو اللي فيه بيعمل في البلد بنسبة 5% بكتيريا. شفت بقى 5% بكتيريا عارف هتبقى عامل انت لو عندك الباسبور بتاعك لونه ابيض او ملوش لون ده فيروس، اصفر واحده دي بكتيريا. هل اللي يجيله رينو فيروس يخاف؟ لا طبعا، انت لو جالك برد المعده تطلع بس اسبوعين ما تعملش حاجه خالص، بس انا بخاف من حاجه، بخاف اللي يجي له رينو فيروس يجي له في منطقه الساينس ديت سينسايتس مصيبه. لو جالك هنا سينسايتس مصيبه، السينسايتس في المنطقه ديت بتجيب لك كده كلها حياتك. يعني الخوف يا جماعه مش البرد، دول برد كانوا فاضي. خوف ان لا قدر الله يحصل لك معاه سينسايتس. لو جالك سينسايتس وقعدت هتقعد بقى تدفع حاجتك كلهم جراحه علاج كل ده في حاجه كلهم مش موجودين في الاخر. يا جماعه مصيبه نزلوا هنا. النقطه الاولى يا جماعه، هو في فاكسين للفيروس ده؟ فاكسين ليه؟ دول برد طبعا. عمرنا ما فاكسين برد، بس في علاج ب 400 جنيه. اللي عايز يبني دور البرد بسرعه ومعاه فلوس تعبان، في دواء مخصوص من ليكو نارين. ممكن ترشوه، ليكو نارين ده دواء بيوقف الفيروس انكوتي. يعني بيخلي الفيروس جوه قميص. زي ما الفيروس كده بتقول جارد وقفه فعال هاشتاج، هو كمان بيحصل له ايه؟ انكوتي، بيوقف الاتاتشمنت والانكوتي. اسمه بليكو نارين موجود يا جماعه في كل حته ب 400 جنيه او سنه اسبوعين. الورقه دي اسمها بقى يا جماعه، الورقه